ومن القواعد أيضا كل ميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته فإلحاد، كل ميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته فإلحاد. لا يروح الوقت علينا ونطول عليكم، علمونا لين انتهت ساعة وما شرحناه فيه كفاية إن شاء الله. كل ميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته فإلحاد، والإلحاد حرام بكل صوره سواء أكان في أسماء الله لقول الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسمائه، أو كان الإلحاد في آياته الكونية أو الشرعية لقول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد حرام، والإلحاد لغة هو الميل، وأما في الإصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآياته. وقد بين العلماء كابن القيم وغيره أن الإلحاد في أسماء الله إما بإنكار هذه الأسماء فإنكارها إلحاد، أو إنكار صفاتها التي تضمنتها كما فعل من؟ أو إنكار صفاتها كما فعل من؟ المعتزلة، أيضا هذا إلحاد، أو إطلاقها على بعض المخلوقات كالعزى من العزيز، واللات من الإله، ومنات من، لم يكتفوا بعبادتها بل أخذوا من أسماء ربهم واشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسمائه، فهذا إلحاد. أو أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أيضا هذا إلحاد. فالإلحاد في الأسماء إما إنكارها أو إنكار صفاتها أو اشتقاق شيء منها للمعبودات من دون الله، أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. فالنصارى ملاحدة لأنهم يسمون الله بالأب، وهذا إطلاق تسمية ليست لها دليل. والصوفية أيضا يسمون الله عز وجل بصاحب الفيوضات، وهذه ما عليها دليل. الفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة أو العقل الفعال، أيضا هذا ليس عليه دليل. فمن أطلق على الله اسما لا دليل عليه فهو ملحد. وأما الإلحاد في الآيات فهناك نوعان من الآيات، آيات كونية كالشمس والقمر والنجوم والأفلاك والجبال والشجر، وآيات شرعية وهي القرآن. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فتحريفها، تعطيلها عن مدلولاتها الصحيحة، أو تكذيبها وجحودها والكفر بها، هذا إلحاد في الآيات الشرعية. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فاعتقاد خالق لها مع الله، أو اعتقاد مدبر أو متصرف لها مع الله عز وجل. فالإلحاد كله حرام سواء أكان في أسماء الله أو في آياته الكونية أو الشرعية.